لكن لسه بتحلم براجل، راجل يحبها. أما دي بقى حكايتها حكاية، دي بيرو كومبارس وبتموت في السينما، وعشان نفسها تبقى نجمة ركبت كل صورها مع كل نجوم الفن، وبتدور على أي حد يديها فرصة. النهارده مخصوص عشان اديلك طول عمرك. طيب فين السيناريو؟ هديهولك. اصل انا بصراحه قلقانه شويه من الوضع اللي احنا فيه ده. ليه بقى؟ لان لو حد دخل علينا من بره هيقول ايه؟ هيقول الاستاذ بيريع شويه. سيبك من كلام الناس يا بيرو، بقى طريق النجوميه معروف يا ماما. طيب ما تديني السيناريو بقى. تعرف انا هخليكي تعملي دور مين؟ ايه؟ دور مرات البطل. مفيش حد عمل الدور ده الا وبقى نجم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، متشكرة قوي 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 بقى. لا بص انا هروح بقى اقرا واذاكر وكده وارجع لك بقى نتكلم. طب استني هنتكلم. طب كلمتين. لا اذاكر بس، اذاكر بس يا استاذ اذاكر. يا بنت الايه، معلش كلهم بيعملوا كده في الاول وبيجوا. كوكي دي أكتر واحدة شافت الويل في حياتها، سابت بيت أهلها من كتر الفقر والجهل، واشتغلت في حمام مغربي. ايه كل الرجاله الورق دول؟ فين زمن الرجاله الحقيقيين؟ الله يرحم الرجاله الجدعان. دي بقى اخت امي الصغيره، خالتي صفيه، كانت راقصه مشهوره قوي والكل كان بيحلف براسها. حبت زمان راجل وحبها وعاشت معاه ايام حلوه، علشان كده لما مات بطلت رقص وقلبت شقتها بانسيون حريمي وسمته بانسيون شيشه. ألو، صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التوار. قولي لها صافية. وأنا بقى ليل، كنت بنت بسيطة جدا وحياتي كمان كانت بسيطة جدا، ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضة في العصر العيني، عارفة أني جميلة وإن الرجالة كلها معجبة بيا، لكن أنا كنت بدور على حاجة تانية، كنت بدور على الحب. ألو، أهي صفية. كده برضو يا ليل؟ أربع أيام ما تسأليش عليا، تعالي بس وأنا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورا. يا لهوي يا صفية، الأكل تقيل قوي ده. ماشي. طب
بقول لك ايه؟ انا نفسي في حاجه كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان. ما هي خربانه خربانه. تعالي يا ليل. ورق الافراج بتاعك وصل. مبروك. والنبي صحيح؟ والنبي صحيح؟ مبروك. الحمد لله الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبايبي. الفرج الف حمد والف شكر. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مش قلت لك الفرج جاي؟ هو مين اللي خد افراج؟ دي البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم تلاتة دي غلبانة وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودا دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قولي بقى، إيه حكايتك مع الست أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الأول كان على المداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. أقول لها يا بت عيب. يا بت أنا بحب أقول لها يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي قعداكي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني وبضعف، خصوصا لو مزة يعني. أوعي يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز ودخول بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟ ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكان أنا اللي ماسك. بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت 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 ولا بت بت يخرب بيتك انا مربوط. مرسي قوي يا ولا، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجه دي يعني، سي نورمال على فكرة. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص. يا بنت انت طلعتي جدعة قوي قوي قوي. وعلى فكرة انا حكيت لعمر على كل حاجة انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجة عنك. خليكي كبيرة في نظره. لا 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 لا، انا احب صراحة كده من اولها، احكي له على كل حاجة وهو بقى يختار. يا عاجبه يا مش عاجبه. اوكي. استني بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه، انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاكتر اختي ليا في الدنيا. بس بقى يا رب تعجبك. سمسم، ايه رايك في علاء؟ رايي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه. Yeah.
خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني. أشطر ممرضة جراحة في مصر، أنت أشطر منهم كتير في المستشفى هنا. مش عايزة أعرف رأيك فيا كممرضة، رأيك فيا كست. أنت ست في الدنيا؟ بجد والله اللي أنت عملتيه معايا ده ما يتنسيش أبدا، ده بينفر رقبتي طول العمر. أنا من غير الكليل ما كنتش اتعلمت حاجة. ممكن أسألك سؤال؟ اسألي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا أحلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الأيام الحلوة، طلعت من السجن بعد طول صبر، كانت مريم وحشاني موت، هي وخالد. نفسك اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. وفاء مدام ليه رجعت؟ اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجه. ادخلي، خشي بيتك اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش اي اثر وراه، باع كل حاجه، كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسببها. القضية بتاعتك. ما تاكلي بالراحه، مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال، هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفية. يا قلبي صفية تعالي، مش تعالي كده برضو، كده برضو يا ليل. تقول عليكي صفية السبية والتجي كلها، 7 سنين يا حبيبتي محرومة مني، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجر، محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك هجيبلك تاجي.
ارتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. كرهه. ايوه بكره الرجاله. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقاله، ياخد اللي هو عايزه من على الرف بضاعه ومعاه تمنها. ايه ده تاني يا عبير؟ رايحه فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هزف التراب مش هرجع لك تاني. هتزفي التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت، الوقت يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغربه قوي في الفتره الاخيره. تخيلي يا صفيه، السنه بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حيلتي وطفش. تفتكري راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرالي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انت غلطان، رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك. شاق عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك، كنت عايزة أحقق له حلمه، أعمل له مستشفى صغيرة عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده أنا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما أعرفش ليه. حاساه كده عيل سيس. أنا مش عارفة يا أختي أنت حبيتي فيه إيه، وما استغربش أبدا لو خد البت وخلع بيها. أنا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية. أنا اللي يهمني بس بنتي مريم. أنا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني. بس هيروح مني فين؟ إن شاء الله حتى أفتح المندل. المهم ألاقي بنتي. عايزة بنتي يا صفية. عايزة بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصلة يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش. المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكرة
احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعة ألغى الدانس. أو النبي بليز ده فرحي عشان خاطري عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا حبيبتي يا حبيبتي أهلا وسهلا. طب ما تشيلي دي تعالي بسرعة. شكلكوا حكومة خير. أؤمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاك بطاقة؟ بطاقة ايه اللي انت بتسأل عنها؟ هو انت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي لبيت الأحباسك. خفت انا. انت قلت الأدب وليلتك صودة معايا النهاردة. في ايه؟ في ايه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضو يتخانق مع بتوع السيمة؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون. جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم وآخر 6 أشهر أنا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمضمزلات اللي عندك إن أنا أفتش وقت ما أحب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزة، يعني الدخلة فيه تبقى بالهداوة. يلا رجالة. بالسلام. لكن قرف شكلك. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحي كنتي عشان تروحي مع ليل. عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد. معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. ايه
البت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجه عنه. وقال لي اقول لحضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. اديني نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها. لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري ومتاخدة. ساعتها معرفتش ليه. انتي رايحة فين؟ معلش انا اسفه بابا تعبان، صندوق ده جوه عندك على المكتب، انا لازم امشي حالا. ابقي طمنيني عليه. الشنطه بعد اذنك. مين سيادتك؟ مصطفى درويش معاه مبعث الاسم. هو في حاجه؟ افتح الشنطه بعد اذنك. ايوه في حاجه يعني؟ الشنطه يا مدام. اتفضل. ايه الكرتونه دي؟ ادويه. يعني بتاعتك. ايوه بتاعتي. جدول قلبي، مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه. فاطمه والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني والحرز على الاسم يلا. اتجار في مواد مخدره وادويه مدعومه. خالد جاب لي محاميين كبار، بس كنت خلاص لبست التهمة. أنا كنت مديرة المستشفى. أدوية الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن. وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا ألاقي بنتي وأشوفها. إن شاء الله تلاقيها. إن شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها كمان. تعالي نعدي. ألو؟ ثانية واحدة. بقول لك ايه؟ وحيدة تقول لسه ان انا جاية له حالا، وادي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه يا استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله، فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزة، انا جاهزة، حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ، ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامة. وشك حلو عليا. مش حلو عليا، جالي شغل جالي شغل. وبعدين ايه بقى؟ محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها، فما تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي.
نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش غير مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا ثانية واحدة بس عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك انت ما عندكش دم. حرام عليك انا يميها زائدك وهتجريه. انا عارف ومصدقك بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك. طبعا هو ده اللي مزعلني. ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيدي ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عارف. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بعتي عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب. سافر بيت هدى. طبعا مجنونه هدى. اما اقول لك استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ أبدا مفيش حاجة. يعني إيه مفيش حاجة؟ ده أنتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانة. الحملة تعبني. هو الواد الرمى اللي تحت ده ضايقك في حاجة؟ سيبك منه. دوات زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة. انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك. اغرفي يا حبيبتي. واحنا مش هنستنى ولا لا؟ بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد. لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ علاء.
بحب الله. الحمد لله الضغط كويس. مش كنت طلبتي مني ليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايز افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ ده عيل قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زياره عائليه. عائليه؟ اه. انا اسفه يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليلى، انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب ومفيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. اه ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تيجي لك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكله بينك وبين خالد، انا ايه ذنبي؟ عايزه بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. انا عارفه ان انا عملت له فضايح ومشاكل كتير بس ما توصلش ان هو يمنعني عن بنتي. انا بترجاك دلوقتي يا خيري، اقسم بالله العظيم وحياه حبستي في السجن ظلم، لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصه وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير، خلاص وصلت لاخري. ايه لملي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبه قلبي هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقولي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يس يا استاذ. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. يزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسيست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي، يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. السيما حلوه واللي فيها احلى. هي دي الرجوله صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت، ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك. بلانيله. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره، بس القانون بقى، القانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في وسطنا ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضتي كده ليه؟ لا ما اتخضتش ولا حاجه. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بالصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. وراجع مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه مالهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوقتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش. لم روحك ولا غادي كفايشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا؟ ايدك ساقعه يا كنتي، حرام عليكي. اخص عليكي يا بنت. يا بنت 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 يا ب
بلاش السهوكه. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونه؟ لا طبعا، ده هي مره وحيده عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها، قعد يضحك عليا. اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. رايحه فين؟ جايه. والمساج؟ انا بقى اللي حقلك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا 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 لا، اصلها عروسه بشمع المصنع، مش زي العرايس اليوزد. مش زي العرايس اليوزد. ايه ما فيش عفه؟ بتشوحي لمين؟ أنا مش فاهمة. يا رد السجون! طب وحدامك لو وريك رد السجون دي هتعمل فيك إيه؟ أنا الحقوني! أنا هوريك رد السجون! الحقوني يا صفية! بعدينا كده ونطلع على اي مكان في بحر وننزل بيتهمنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشواره يعدي لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوه يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفية اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمت كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك بس وانتي بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجال والرجاله تدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟ انا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجاله ده انتهى خلاص. أنا بقى قابلته، كان أحسن راجل، حبني زي ما أنا، رقاصة، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظة راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما أنا. واضح إنه كان راجل عظيم، بس الرجالة دي خلصت خلاص. وضعت الرجالة بقى وسيرتها بقى البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجاله. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انت فرحت بعد يومين؟ اه. امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليله الكبيره بقى في الشبك بعد يومين. ما تزغرطولي بقى كده وافرحولي.
ايوه يا ستي. استنى استنى. نزليني يا خالتي. تعالي حبيبتي تعالي الهومة. شكرا يا ريس. تعالي يا حبيبتي. عروسة عروسة يعني. تعبانه طول الطريق. طب معلش يلا الحقيني الحقيني. في ايه مالك حصل ايه؟ طب ما نجري بيها على المستشفى يا بنات. مش هنلحق الميه نزلت هنولدها فوق. يا لهوي يلا يا امين. طب اصبري اصبري شويه امسكي نفسك. يلا حد يلا. سامالله سامالله سامالله. ولدي دي اشيلها شويه. الامارات زادوا واحده يا ناس يا خراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس. قولوا له جات لك امرايا يا خراسي يا ناس. في حاجه حصلت لازم انا اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي تسجلي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروحي الدكتور. لا حول ولا قوة الا بالله. تعرف يا امشي انت تعبانة والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتوش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قالك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى. خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. ايه يا خالد؟ اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشني قوي. ومريم وحشاني جدا يا خالد. انت فين؟ انا عند صفية. فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط. قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن. مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسه واطبقها على دماغهم بس خلاص مبقاش لي لازمه. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عني جاي حاجه وحشه. رحت المستشفى والعياده والبيت كله في يوم واحد حتى العربيات. خدتها ورحنا انا اعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجه. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها. بس كده. الهانم في شرم الشيخ بقى لها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا هنقول ان انت راجعة من السفر وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك. تكون انت محضرة شنطة فيها شوية هدايا كده. ويبقى كل حاجة مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون. ما تقلقش انا هسمع صوتها بس مش هتكلمها خالص. الو ايوه يا بابا. حبيبة قلب بابي قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوة قوي يا بابا. كان نفسي تبقى معاكي. مش عارف ايه اللي حصل. مش عارف يلا يلا صح.
للأسف الأشعاعات والتحاليل بتقول إن عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش، ده هيتم بسرعة، ويفضل إن احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا وإن شاء الله هتخلي الزيادة. حظك وحش، سواء مع الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في إيد أي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجة بتاعت ربنا. انتي ممكن تعملي كل حاجة حلوة ووحشة وما تبقيش نجمة، وممكن في لحظة تتفتح قدامك أبواب الجمهور وتبقي نجمة النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الآخر مش هيفضل غير احترامك لنفسك. بس أوعدك إن أديلك فرصة في الفيلم اللي جاي، فرصة في التمثيل مش في حاجة تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجة تانية. ده تليفوني اللي بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ. Oh.
الثقه الكامله معها، كذلك عدم امكان معاشره المتهمه اماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحيه، اضافه لتاكد دخول مجموعه المقبوض عليهم من الرجال للعماره معا، بينما تم انكار علاقه اي منهم بالاخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 آداب ببراءة كل من صفية حسين عمران وليل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براءة. يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. احنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براءة، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا سبع رجالة، هتكذبي كل ده؟ عمري بعت لي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. انا فضلت احافظ على نفسي كل الفتره دي وبتخلي بيستقضي الدار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفاره ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ امال لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مره يجيلك، وان المره دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفه بالبشكير وبترقصي قدام المرايه. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب الشرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. بقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مرة وجالك اتنين وجالك تلاتة، خلاص بقيتوا معرفة. يا بوي لا حول ولا قوة إلا بالله، ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين يا مذكور يا ولدي، إن بعض الظن اسم، ولا أنت هتتلكك لها لك دي ما اتجوزت ولد أبو دراع. نتلكك وإيه يا بوي؟ ده عرضنا، عرضنا. هسوي إيه يعني؟ أمال داني غرقاني في الروبة الراسي، وما تخافش هتجيني حية ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال، كل نفر أولى بلحمه. هتسوي ايه يا ولد الفجرية؟ حق الله، وربنا يقوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اسميهم من بعض. وهو عارف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش. ده كأنه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة إيه قبل ما يتقبض عليا. طبعاً قال الكلام ده وهو مش واخد باله إنه محدش يعرف الكلام ده غيري أنا والحيوان ده. يبقى إحنا كده عرفنا حقنا عند مين، بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد، طليق مدام ليل. ازيك يا خالد؟
احنا عملنا لك ايه يا ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ، ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعاره دعاره يا ليلى، دي المخدرات كتر حم يا شيخ. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفه عشان مش طايقه تستحمل كلمه تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها ايه؟ يا شريفه خلي، ما عملتش حاجه، طول عمرك تعرفني، حرام عليك، اوعى تظلمني انت كمان. طب وحياة بنتي يا مريم، كفايه وحياة بنتي، كفايه، ما عملتش حاجه. ابعد عننا يا ليل، ابعدي على قد ما تقدري. كمل لك والله العظيم بريئة، وحياة مريم بنتي بريئة ما عملتش حاجة. كان الله يسامحك يا شيخة. وحياة مريم ما عملت حاجة، وحياة مريم ما عملت حاجة يا خالد. مش قادرة أقوم، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل أصحابي يقولوا عليكي إنك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ مصدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا، أنتي أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، أنتي وحشة، ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم 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 تعالي هنا، كلهم كذابين، ما تصدقهمش. مريم مريم لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده انتي تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو، صلوا على النبي. يا اخوانا في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت هتقطعوا لساني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم؟ وسختني ووسخت سمعتنا، اترحم على روحك يلا، انت حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، لسه اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقول لك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين. وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعي على فوق يا بنات، اطلعي على فوق. ماشي يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكم يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير.
بكرة هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكوا على حق. أقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكرة مين اللي عمل كده الحكومة خلص عليك. كنت هغزه بالسكينة في رقبته، كل اللي قاله تعالوا لي بكرة وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقتوا؟ بكرة مش بعيد، بس بعد اللي شافه منا النهاردة اكيد هيخاف. المرة الجاية هقتله بجد. ايوه بس انا السكينة بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعة اهدوا شوية، ما ينفعش تحسسوا انكم خايفين من اي حاجة لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايش نسكتكم هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايش نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه وما كانش عايزنا نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت ابويا، سامحيني. وقعدت مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل. ربنا يرجعك لبنتك بالسلامه يا امان، وما يحرمهاش منك يا رب. في المنور يا باشا. في اخر وسط الزبالة اكتر من طعنة بقى لحد ده. ده قتل غيظ ده. ظهر كده باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكوري ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه، خده وحرزه وقعده عن مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق
عشان تلعبوا معاه؟ لا، عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال؟ ما قالش. فقتلته؟ ما حصلش، والله العظيم ما عملت له حاجة. يبقى ليل؟ ولا انا ولا ليل. احنا طلعنا وسبناه صاحي زي القرد. هو انا ليه حاسك من اول التحقيقات انك شمتانا؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه، ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة بتاع شبكتك ده اكيد وقع مني لما كنت في المحل لما رحنا له. يعني السكينه اللي عليها بصمات ايدك دي جت ازاي وانت ما مسكتهاش؟ ما اعرفش. طب ليه كنت مخبيها في اوضتك؟ والله العظيم انا ما خبيت حاجه. السكينه وقعت من عبير في المحل عند علاء، بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء نمت. كنت تعبانه قوي، حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعناً بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. اتفضل معليك. اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبقى اشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى تعرف الحمام دي اسمها ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الضابط؟ مش كفاية اللي خدته؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. في ايه يا حضرة الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟
حضرتك رايح فين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف تنفيذ حكم الاعدام. نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت يا حلوه هتقولي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا قولي لي بقى يا كريمه كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب السبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني قبله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجاه ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجه، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. تاخدي 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي النسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضيه؟ ستي قضيه وهتعدي قضيه في شنك، هيتلفوا ملايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبه لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل. ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحة وانت هيطلع لك فيها 100,000 جنيه. وبقية الفلوس؟ بعد ما تتم العملية. هو اقنعني انه اي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضية دي وانهم ممكن يطلعوا براء. كان يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الاوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجاله يدخلوا منه. وتم شرعي المحكمة ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحة. فقعدت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقة أطلب منه بقية الفلوس، لكن الحمار افتكر إن هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقية فلوسي. ما أعرفش أنا عملت إيه عشان أوصل للفلوس دي ولا ممكن أعمل إيه عشان أخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك إيه؟ هجيب لي 15,000 كمان ودول من عندنا. جدعانة يعني، بس لازم تبقى عارفة إن الراجل ساكك على بقية المبلغ وأنا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفة الباب دي نشرح حاجة كده سريعة. ما بتخش شقة يا روح أمك، ولم نفسك كده وتعادل معايا بدل ما تديك بالقلم على خلقتك ألواحك. مستنية منك تليفون تقولي أجي أخد فلوسات. لا صايع، حاسس إن الشغلانة خلصت ومش هتقدري تقولي أي حاجة. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجعه البنسيون شفت حد بيديله شنطه. طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيرو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معايا. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكه ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي الباب